حياكم الله مجددا في يا هلا. في الآونة الأخيرة ظهر على بثوث أو في من خلال بثوث التيك توك مجموعة من الفيديوهات اللي سببت نقاشات وحوارات وأسئلة كثيرة حول حقيقتها، حول جدواها، حول منفعتها، حتى أنه بعضهم ذهب إلى التشكيك في أنها عبارة عن تمثيلية ومسرحية غير حقيقية. إيش اللي يصير في البثوث هذه؟ اللي يصير أنه في بعض الأشخاص يتحدث مباشرة مع أشخاص يقولون إن عندهم فيهم مس ولا سحر ولا عين، وهو مباشرة يرقيهم أو يتحدث إليهم مباشرة. والمقاطع اللي كانت أكثر انتشارا هي حديث الأطراف مع ما يقال إنه حديث مع الجني مباشرة الموجود في الطرف الآخر. في الفترة الأخيرة انتشر واحد من المقاطع أيضا لأحد الأشخاص اللي عنده حساب في التيك توك ويمارس هذا الدور ويتحدث فيه، وهو الأستاذ سعد الروقي، ويمكن كثير من الأشخاص شافوا هذا المقطع وصار حوله كثير من الحوار والجدل، إنه هل الجالسين يشوفوا حقيقة؟ هل من الممكن إنه أحد كذا عن بعد ويتكلم مع الشخص ويعرف إذا في سحر ولا عين ولا مس ويتكلم مع الجني ويصير هذا الحوار؟ هل هو فعلا ولا اللي صاير ما هو حقيقة؟ كلام كثير حول هذا الموضوع صار في بثوث للتيك توك موجودة وما زالت مستمرة، وفي بثوث في موضوعات أخرى قريبة من هذا الجانب، لكن إحنا اليوم حددنا هذا الجانب ونريد أن نتحدث فيه مع أصحابه، مع الأشخاص المقتنعين فيه، حتى نعرف إيش الصورة كاملة ونوضحها للجمهور. ولذلك ينضم معي عبر السكايب الآن الأستاذ سعد الروقي، وهو صاحب حساب في التيك توك، ويمكن أتوقع أنه كثير من اللي يشاهدون الحلقة شافوا الفيديو الأخير اللي انتشر له. أستاذ سعد، مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساك الله بالنور يا مرحبا بك انت ولا المتابعين والمشاهدين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايضا معي هنا في الاستديو الكاتب الاستاذ عبد الله بن بخيت. استاذ عبد الله مساء الخير وشكرا لقبولك. يا هلا، الله يحييك، يا مرحبتين. اهلا وسهلا. استاذ سعد، المقطع اللي شفناه يعني وش مدى حقيقته اولا؟ يعني لانه كان في كثير من الردود تقول انه تمثيليه وانه مو حقيقه وانه الواحد ما يقدر يتكلم مع الجن عن طريق بث تيك توك بهذه الصوره وبهذه البساطه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المقاطع انتشرت وليست من جانب واحد ولا من طرفي أنا بل الكثير، ولكن بعض الأشخاص استغل هذا الجانب عن طريق الرقية وربما يسيء إلى الدين ويسيء إلى الرقاة في تصرفاته، وهذا يعني شيء سواء عن طريق مباشر او عن طريق في الايام الاخيره عن طريق التيك توك وسناب شات بهذا الاسلوب وبهذه الطرق، ولكن ما جربناه وبادله واثباتات ولله الحمد والمنه مع الكثير، واستشهدنا بعد ب عضو هيئه كبار العلماء الشيخ الختلان سعد الختلان وسعد وخالد الراشد خالد الحبشي والكثير من الموجودين من المشايخ المعروفين، ان ثبتت فعاليه الرقيه عن طريق الاتصال او البث المباشر، وثبت هذا الاشياء من اشخاص سواء اعرفهم انا او من اطراف لا ما اعرفها، ولكن ولله الحمد والمنة ثبتت فعاليتها، هذا من فضل رب العالمين من علينا. من تجربتك الشخصية أستاذ سعد، وبالذات المقطع اللي شفناه اللي كنت تتكلم فيه مع الشخص الآخر ويعني تقول للمشاهدين إنه هذا الحديث مو مع الشخص، مع الجني، هذا مقطع حقيقي؟ نعم نعم. وأنت متيقن إنك في هذه اللحظة كنت تتكلم مع الجني الموجود في الشخص؟ الكثير الكثير، إلا بعض الحالات مع اللي يستهزئون أو يخادعون أو يريدون الإحباط بنا أو تكذيبنا يدخل أكيد أشخاص، وإحنا لا نعلم الغيب، ولكن الكثير الكثير نعم أثبتت فعاليتها وأثبتت الاطلاع على هذه الأشياء، وهذا من فضل رب العالمين، ولكن فيه احتيالات من بعض سواء السذج من الشباب او اللي يحاولون يشككون في هذا الامر
احنا ما نعلم الغيب، انا لا اعلم الغيب، بالنسبه لي انا لا اعلم الغيب، ربما انه يمثل علي ولكن في الاخير يتبين سواء قدام الناس. كم تجربتك في هذا المجال استاذ سعد؟ من البدايات لغير فعليه يعني وغير متصله ما يقارب 30 سنة تقريبا. نعم. ولكن الفعليه ما يقارب 10 سنوات او يزيد عليها. إذا تسمح لي أنقل الكلام للأستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله وش رأيك أنت في هذه الظاهرة اليوم عبر بثوث التيك توك في حوارات وحديث مع السحر مع الجن مع غيرها؟ شوف، القضية ليست مع التيك توك أو بدون التيك توك، سواء على الواقع أو يعني على المقابل على المستوى الشخصي أو حتى على ده. فالآن يعني حوارنا هذا إذا نقلتوه إلى أنه المشكلة هل أني أخاطب الجني، هل أقدر أخاطب الجني عبر التوك توك أو ما أقدر، معناته أننا انتهينا يعني كم اتفقنا على أساس تقدر تخاطب الجني أصلا إذا كنت على المستوى الشخصي. لكن سؤالنا هل ما يفعل الأستاذ سعد أو غيره، فهمت كيف، على التوك توك صحيح ولا غير صحيح؟ كل يجب مناقشة المسألة ككل. أولا، هل ممكن أحد يخاطب جني على الأرض على الواقع؟ وين حصل هذا فيه؟ يعني ليه لم يحصل إلا عند رجال الدين يعني أو الناس المتضللين بظل الدين أو كذا؟ ليه ما يحصل عند أطباء النفسيين؟ ليه ما في مستشفيات؟ ليش نفتح المستشفيات الدنيا كلها؟ الشيء الثاني، ربما يكون الراقي ملتبس عليه الأمر، فيه مرض نفسي أنا ما أقدر أحدده بالضبط، معروف يعني هذا المرض النفسي، في بعض الناس يتكلم بعدة شخصيات، يعني في داخله عدة شخصيات مش شخصية واحدة، فهذا مرة يتكلم بصوت رقيق ومرة صوت عالي، فطبعا الناس البسطاء يفسرونها على أساس أن المسألة في داخله جني بيطلعونها منه. طيب سؤالك الأول إيش هو علشان نقوله للأستاذ؟ اللي أبغى أقول أنه أيه. الآن قضيتنا ليست في هل هو ممكن إخراج الجني عبر التيك توك، لأننا كأننا نقول أن إخراج الجني على المستوى الشخصي هذا معروف ومتفق عليه، وهذا مو بصحيح، ما اتفق على أن أحد يطلع جني من أحد. إيش رأيك أستاذ سعد؟ تفضل. والله أنا أستشهد بالرسول صلى الله عليه وسلم يوم ضرب الغلام على صدره قال اخرج عدو الله، من يخرج ومن يخاطب؟ الله أعلم، هذا الرسول ولا نعلم من يخاطب، هذا قدوتنا وهذا أي قدوة لا شك أن قدوتنا، ولكن أنت قلت لي من يخاطب وهل طلع جني وهل كان الرسول تحدث مع هذا الجني؟ أنا ما أقول لك أنه تخاطب معه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وخيل له أنه يعمل هذا، يعمل الأعمال وهو ما عملها. والله شوف يا أستاذي الكريم، كلمة سحر الرسول أنا لا أقبلها، لأن هذا رسول الله ونزل عليه الوحي، وهو فدرء السحر، درء السحر بأنك تقرأ المعوذتين، مظبوط؟ لا شك أن الرسول هو الذي علمنا ما هي المعوذتين، فكيف يصاب بالسحر وهو نبينا، يعني هو اللي درسنا وعلمنا وش ماذا نقول عشان نبعد السحر عن أنفسنا. إذن كلمة المعوذتين في الحالة هذه ما لها تأثير على الذي يصاب بالسحر، وهذا غير صحيح. المعوذتين والقرآن الكريم وكل ما ورد عن الرسول هو حصن لنا، وهذا الحصن لنا يمنع وصولنا أو احتكاكنا لا بالجن ولا بالسحرة. طيب أستاذ سعد، إذا سمحت لي في النقطة اللي تحدثت فيها أنت والأستاذ عبد الله قبل شوي حول موضوع الحديث مع الجن، يعني الأستاذ عبد الله يقول أنه أصلا ما في حوار، ما في أحد يستطيع أنه يتخاطب مع الجن، أنت كيف ترد على هذه الجزئية وكيف تتيقن أنه اللي أنت جالس تخاطبه هو الجن؟ أبو شيء يقول إذا كان عنده دليل يوضح لنا، وإذا كان يقول صورة المعوذات كيف يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في القرآن، المعوذات ما نزلت إلا بعد ما أصيب. ما أدري، أنا ما أعرف هذا الشيء، نزلت قبل أو بعد، لكن هذا هو رسول الله وهذا القرآن الكريم نزل عليه، عرفت شلون، وهو الوحيد الذي حماه الله من كل الشرور لأنه عنده الرسالة العظيمة التي أوصلها لنا وغادر الدنيا
لا شك. نعم. لا شك يعني إذن شيء. إذن ما دام القرآن في قلبه وفي بيته وفي عند أصحابه لا يمكن أن يصاب بأي شيء، لا جني ولا سحر. يعني أنت ما تؤمن أنه يصيب بالسحر؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام الله حصنه، حصن الله ضد الآخرين، يعني لم يصب بأي شيء ولله الحمد، وهو ينزل عليه الوحي بين فترة وفترة، لا يمكن أن يكون يخذرف أو كذا والعياذ بالله وهو يتلقى الوحي، لا يمكن، هذا كلام غير منطقي. هذا وجهة نظرك أخوك، ولكن ثبت في الأحاديث وثبت في ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن السحر، وأثبتت هذه الأشياء ممشاطة وممشاطة. نعم أتذكر هذا الحديث، ما دام تتذكر هذا ثبت ولله الحمد، يعني وما في شكوك في أنه أصيب بالسحر وأنه يخيل له أنه عمل الشيء ولم يعمله، فهذا فيها أدلة عند رجال الدين والعلماء في أدلتها، والحمد لله. طيب واضح حديثك أستاذ سعد، وأبغى أنقول لك للنقطة اللي سألنا فيها قبل شوي، ألا وهي موضوع الجن، الحوار المباشر ما بينك وبين الجن، يعني أنت كيف تخاطبهم وكيف تتأكد أنه اللي أنت جالس تخاطبه هو فعلا جني؟ ما يعني قطعيا أنه الجن، ربما أنه يمثل عليه، سواء خاصة إذا كان مداخلة عن طريق البث أو غيره، أما فالأغلب مخاطبة الجن يعترفون في أماكن، يعني أماكن السحر أو كيف دخل هذا الجسد عن طريق العين، عين رجل أو امرأة لها 20 سنة 30 سنة واخذوا من الأثر واختفى هذا الأثر نهائيا، و في الأغلب وفي بعد حوارهم وبعد اعترافاتهم يعني استخرج أسحار، سواء من بطن الإنسان هذا الشخص اللي ملبوس أو متلبس فيه، أو في أماكن مهجورة أو أماكن ما جاءها الشخص هذا نهائيا، فبعد ما بطل السحر ولله الحمد انتهى المعاناة اللي كان يعاني فيها هذا الرجل أو المرأة من هذا الجانب. جميل، أنقول لك الكلام أستاذ عبد الله، الرجل عن تجربة يقول أنه يستطيع أنه يتحدث إليهم ويستنطقهم ويعرف عن طريقهم الأشياء اللي أضرت بالشخص. أنا يعني من حيث المبدأ لا أقبل هذا، يعني قد يكون هو واهم أو قد يكون عنده يعني التباسات، أو الأشخاص اللي يجونه عندهم مشكلة نفسية يعني تتداخل عليهم الأمور. أما من ناحية أن الجن يختلط بالإنسان أو كذا، هذا شوف يأتي من في الماضي، كان عقب المغرب ظلام دامس والبيوت خرابة، يعني كانت البيوت خرابة وكان تسمع خشخشة وتسمع قرشكشة، فالناس تجيها المخاوف منذ أن دخلت الكهرباء على البشرية والبيوت، والآن لم نعد نشوف الجن ولا نعرف هل هم خافوا من الكهرب يعني أن هربوا منها. فكنا يوم من الصغار أتذكر يقول لك لا تطق العاير القرنة هذه ذا لأن الجن فيها، ولا تكب موية في الحمام، يعني كان أهلنا يخوفوننا لأسباب شو اسمه حمايتنا. يعني على سبيل المثال يوم كنا أطفال كان في كنا نتروش في شيء اسمه السمور، السمور هذا يوقد فيه تحت نار على أساس ما في موية، ما في سخانات في السقف، فكان يخوفونا انك اذا كبيته مويه حاره في الحمام ممكن تصيب راس جني ويدخل فيك. السبب يوم حللت السبب لانه مكلف الحمام، يعني المويه الساخنه مكلفه، فامك او ابوك يحذرك من كب المويه فيحط فيستخدم يعني آلة تدخل معك اللي هي تخويف من الجن وما أدراك من الجن. يعني مثلا كنا من أول ممنوعين من الطلوع في الظهر في عز سميها القايلة، ففي وسط القايلة هذا طبعا مضر جدا على الأطفال اللي يروحون يلعبون في الشارع، وهم أطفال ممكن يطلعون يلعبون، فكان في شيء اسمه حمار القايلة، فهذا الحمار القايلة يترى بيجيكم بيأكلكم ما أدري شلون، فكنا ما نقدر نطلع خايفين من حمار القايلة. فكل هذه الأساطير اللي ذي كلها أنشأها المجتمع لسبب
بسبب أو آخر. يعني كان من أول مثلا في الأحراش، في البراري، في كذا، كان الناس تصاب بالرعب من أي صوت، في يطلع صوت مثلا رياح من هنا أو كذا، تحتاج إلى تفسير. فيأتي بعض رجال الدين السذج البسطاء يركبونها على حكاية الجن والعفاريت وإلى آخره. طيب ايش رايك استاذ سعد في هذا الحوار؟ يعني اليوم واضح كلام الاستاذ عبد الله انه ما في تواصل ما بين الانسان والجن. انت لك تجربه 30 سنه، ويمكن احنا كان محور حديثنا الاساسي حول موضوع التيك توك، لكن ودي نوضح النقطه هذه عشان ننتقل للي بعدها. اليوم من تجربتك هذه انت تقول بالفم المليان انه لا، في حوار مباشر وانا جربته ووصلت الى نتيجه فيه. نعم، وباستشهاد أساتذة ومفكرين ودكاترة وكثير من الناس ولله الحمد، ولكن بعض الليبراليين وبعض العلمانيين وبعض الأشياء اللي ما يؤمن بالجن ولا بالدين ويصفنا بالسذج والجهلاء، فهذا عقلياتهم يعني يمكن متأخرين في هذا المجال. حتى لو وصل بما وصل له في تخصصه، التخصص يكون في شيء معين وراح فيه، ولكن أنا في مجالي وأستشهد بما ذكر في كتاب الله وسنة رسوله ومن الأساتذة والعلماء، دائما مرجعيتي لهذا الجهات ولله الحمد والمنة. ذكرت أستاذ سعد أنه حتى من الدكاترة يعني كانوا يعني يؤمنون بهذا الشيء ويقولون به، مين مثلا من الدكاترة سبق وأشار إلى مثل هذا الموضوع؟ لأنه في الغالب الأطباء يقولون العكس، يقولون لا أنه هذه حالات نفسية وما لها علاقة بموضوع تلبس ولا جن ولا غيرها. عندي الكثير في حسابي في تيك توك، ولا زالوا يتواصلون معي على الجوال، فيها الدكتور عبد الله رشودي أو عبد الله رشود، وفيها الدكتورة فوز الدوسري تقريبا، وموجود حساباتهم عندي وعندي كثير ولله الحمد، يعني سواء مفكرين أو دكاترة أو مشايخ عندهم علم كافي. طيب اليوم من خلال بث التيك توك أنت وين المرحلة اليقينية عندك أنه هذا الشخص فيه جن؟ يعني متى توصل إلى قناعة أنه فيه وتبدأ تخاطب الجن اللي فيه؟ ما في شيء يعني أقطع الشك في اليقين، ولكن في الأغلب عندما يتأثر سواء في تكرار آيات السحر أو آيات أو العين أو الحسد أو المس العاشق، ربما أنه يتأثر وربما أنه حتى يراوغ في هذه الأشياء، ولكن في الأغلب بعد ما نكرر الآيات ونكرر الدعاء ونكرر هذه الأشياء يتبين في الإنسان. ولكن ما أقطع ولا أجزم أن هذا خادم سحر أو عين أو مسعاش أو تلبس، ربما يكون في أي واحدة من هذه الأشياء أن تلبس أو طيب إذا خادم سحر. طيب إذا الحكاية فيها شك، إذا من وين جاي اليقين أني أكمل في الموضوع وأنه أنا فعلا جالس أخاطب واحد مريض طالما أيوة الموضوع استشفاء في شك؟ استشفاء الناس النساء ورجال والكثير الكثير ولله الحمد، يعني سواء في بثي أنا أو في بعض الرقاه الموثوق فيهم في المملكة وهم أقل له ومعروفين إلا العدل المعرفة بس، ولكن في ناس يعني سواء في البثوث أو في غير البثوث موثوق فيهم وأعرفهم وثبت هذه الأشياء وتعافوا الناس من هذا الأمراض أو التلبس، سواء أصيب بعين أو تلبس من الشيطان أو خدام للسحر من شغالات أو من أعداء. طيب من الإنس أو الجن. أنا الآن أرشح نفسي أبغى أصير راقي، ما هي المؤهلات وما الذي علي أن أفعله كي أكون راقي؟ لأني أنا إذا بغيت أصير طبيب في كليات وكذا أقدر أدخلها وأصير طبيب، في كليات هندسة أقدر أدخلها وأصير مهندس، كيف أنا أصبح راقي؟ ما هي المؤهلات اللي المؤهلات؟ أنك تكون عابد لله سبحانه وتعالى، محافظا على صلواتك، محافظا على دينك، ما عندك شكوك في عقيدتك، محافظ على تحصنك، محافظ على أمورك الدينية، وبعدها يكون عندك يقين
طيب بس ان الشافي نقطة، ان الشافي هو الله. نقطه واحده حول هذه، معناته ان الراقي لازم يكون مسلم، يعني ما يمكن بوذي يكون راقي، ما يمكن مسيحي يكون راقي، لانه هذول ما يحافظون على اي شيء من هذه العبادات. نعم صح. انا 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 اتكلم عن الاسلام وعن ما ثبت. لا انت الان تقول يعني اول شيء انه يكون محافظ ويكون ان شاء الله يعني صادق في عباداته وكل شيء، معناته لازم يكون مسلم ولا لا؟ نعم اكيد. طيب معناته ان الرقات خاصين بالمسلمين فقط. انا اتحدث عن هذا الجانب. ايوه الرقى يعني انا اكون راقي لازم اولا اكون مسلم. نعم صحيح. يعني الامريكان واليابانيين وغيرهم ما عندهم رقات، يعني الجن لا تسألني عن شيء لا أبقى فيه ولا عندي علم لا فيه يعني سواء في الديانات الأخرى. تلبس الجن بالآدمي ما هو بس على المسلمين، يفترض أن يكون على البشر، يعني سواء في الهند أو في أفريقيا أو في اليابان. يعني الجني ما يصيب المسلمين فقط، يعني هو مستقصد المسلمين. نعم أنت تبي تدخلني مع الديانات الأخرى. نعم ثبت وأشوف مقاطع، ولكن ما لي دخل في دينهم ولا طرقهم ولا شيء. طيب يا أخي كمل شروط أني أتحول أكون راقي واستفيد من هذه الوظيفة. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. أول شيء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. خلها. لأن فيه ناس حافظين لكتاب الله، ناس حافظين للدين أكثر منا وأكثر من الرقاه كثيرين، ولكن ربما الله أكرمك يا هذا الإنسان واستفاد منك الكثير ونفع بك المسلمين، وهذا فضل من رب العالمين، يعني يعطي من يشاء. طيب سؤال آخر، هل في القرآن آيات مخصصة للجن وآيات مخصصة للسحر وآيات مخصصة للمرض الفلاني والمرض الفلاني؟ فيها آيات للسحر وفيها آيات للعين وفيها آيات نعم موجودة في القرآن. يعني انا لما اقرا على واحد معيون ها غير المخصصه هذه ما تمشي معه، يعني القران ما يمشي لا معه. لا 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 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما اعلمك انها رقيه، اللي هي سوره الفاتحه. بعد ما جاءه الصحابي اللي يرقى راعي الاغنام قال ماذا رقيت به؟ قال بالفاتحه. قال وما اعلمك انها رقيه، فالقران كل الشفاء، ولكن الرقيه اللي يعني الكثير منها يرقون بها. لا 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 نعم يعني معناته بس الرقاه اللي سورة الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي. القرآن يعني نزل دواء علاج، يعني علاج طبي، يعني ميديسن. يعني هل فيه يعني أنا الآن أبغى أصير راقي لازم يجي واحد يعلمني، يقول ترى الآية الفلانية والآية الفلانية والآية الفلانية هذه للسحر، والآية الفلانية والآية الفلانية هذه لإخراج الجن، والآية الفلانية اللي كذا وكذا، يعني لابد من هذا؟ ليش يعلمك؟ كيف أعرف يعني؟ اقرأ القرآن وتفهمه. لا ما لازم أعرفه، يعني أنا لا أعلم بالضبط. أنا عندي القرآن الكريم. طيب إذا كل آية هي نفس الآية التي سبقتها والتي تلحقها، كلها كلام الله، ولا أحتاج إلى ما ليس كتاب مليء بالطلاسم بحيث أنه يجي واحد اسمه راقي وأنا ماني براقي، إذا الراقي هو اللي يقوم بهذه المهمة وليس أنا. أنا القرآن على كمدينة، اسمح لي، القرآن على كمدينتي وفي مكتبي، فأي شيء عندي طفلي مثلا أبغى أقرأ عليه ويعني ليطمئن قلبي وقلبه. أما أني أنا أجيب واحد ويجيبه في البيت ويقرأ عليه أو يحصن البيت، يعني القرآن موجود في غرفتي وموجود في غرفة الأولاد وموجود في مكتبي وموجود أحيانا في الجوال عندي، ومع ذلك أنا أضطر أروح أجيب واحد اسمه راقي شرعي يحصن بيتي؟ نعم، لأن الله أكرمه وفضله على، يعني أنا أكره أكثر مني ومن عيالي ومن أصدقائي. نعم ربما أن الله أكرمه عنك وعن الكثير من الناس اللي ما تؤمن بهذا الشيء. طيب بس إذا سمحتوا لي أستاذ عبد الله، سؤال لك وسؤال للأستاذ سعد. السؤال اللي لك، يعني أنت مع فكرة أنه الشخص يرقي نفسه بنفسه وأولاده؟ القرآن أصلا القرآن هو للنفس وليس العلاج، هو القرآن للنفس وللهداية، لأنك إن هذا كلام الله لم ينزله دواء ميديسن، يعني إنه هذا علاج الكذا وهذا علاج الكذا، هذا لا يوجد إن طيب شاء الله. طيب سؤالي للأستاذ سعد، بس إذا سمحت لي أستاذ سعد، الآن الأستاذ عبد الله يقول إنه أنا ممكن أرقي نفسي، يعني ليش أجيب راقي من برا علشان يرقيني؟ أنت مع هذه القناعة ولا ضدها؟ لا معها، ولكن هل يستفيد أو لا؟
اي وشو معيار الاستفاده من الموضوع؟ ايش اللي يميز شخص عن شخص في الموضوع؟ وش الفرق بينك وبيني؟ الكرامه من رب العالمين، من الله كذا. نعم، يعني ان الله يعطيك ولا عطاني، ولذلك انا لازم اجيب واحد راقي، لاني رغم اني انا اصلي واصوم وادي كل واجباتي الدينيه. انت تقول اسمح لي، وانا خريج اللغه العربيه استطيع ان اقرا القران بشكل سليم ولا عندي مشكله، لكن لابد ان اجيب راقي في بيتي يصلح لي الخزان ويعني يقرا عليها يحصن المنزل، صح؟ يعني أنا وزوجتي وعيالي وأبنائي وكل من يدخل بيتي، برغم أننا تعلمنا في جامعات وتعلمنا في مدارس محترمة، إلا أننا لا نستطيع أن نحصن بيوتنا، لابد فيه شخص ما وظيفته التحصين، صح؟ لا، ما هو صحيح. طيب أنا أقول لك، ما فائدة الراقي؟ خلنا نسمع إجابته بس أستاذ عبد الله، تفضل أستاذ سعد. زي ما قلت لك، ربما يكون أنا أرقيت بعض خطباء وأئمة مساجد أرقيتهم، هذا فضل من رب العالمين يؤتي من يشاء. وبعدين تقول القرآن ما في مهب للشفاء، وجعلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا في الآية اللي استشهد بها، وجعلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شفاء ورحمة. نعم، هذا أعرف الآية هذه الكريمة، لكن السؤال هو يعني كيف أنا متعلم ومؤمن في نفس الوقت، كيف أجيب واحد يحل محلي؟ أنا صحيح متعلم وأفهم في العلم، لكن أجيب طبيب لو أنا احتجت. ليه؟ لأن الطبيب عنده مزيد من العلوم تتجاوز ما أعرفه أنا، إلى درجة أني أنا أحتاجه. لكن أنا تعلمت في المدرسة في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة، وقرأت القرآن واستمعت له في المساجد واستمعت له، فكيف أنا أجيب واحد ربما يكون أقل مني تعليما وأقل مني وعيا وأقل مني، حتى ما أبغى أقول ما أستغفر الله، أقل مني بكل شيء، أجيبه وأعطيه فلوس؟ المشكلة أنه صار يستأجر كما يستأجر الطبيب، أني أنا أجيبه وأعطيه فلوس. تفضل بعدين سعد. لحظة بس نقطة، أساسا طلعت الرقية لأنه مثلا في الأول في مثلا في الجزيرة العربية ككل كان الناس أميين، 99% أميين، لا يعرف منهم القرآن أو القراءة والكتابة إلا المطوع الشيخ، يعني الشيخ. فلما أنا أتذكر كنا من أول نجيب صحون يكتبون فيها عزيمة، يسمونها عزيمة، نكتبون آيتين ثلاث يعطونها عندما تجينا حمى ولا كذا. الحي كله ما في أحد يعرف، الآن ما في واحد ما يعرف، الآن كل الشعب السعودي والشعب العربي إن شاء الله كلهم يعرفون يقرؤون القرآن قراءة فصيحة سليمة، ويعرفون يلجؤون إلى المراجع إذا أشكل عليهم معنى أو كذا. فكيف أنا يكون في واحد اسمه راقي أعطيه فلوس أستأجره يجي يقرأ عليه قرآن، أستأجر القرآن؟ طيب أنا أتفضل أستاذ سعد، المساحة لك، أسمع فيها ردك كاملا على هذه الجزئية. أول شيء يقول أستأجر هذا الراقي، أنت تروح للطبيب كذلك طبيب وتعطيه بفلوس ومبالغة باهظة، ولكن أستشهد بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أخذوا من الغنم وقال ما فيها شيء. والشيء الثاني، فتوى الدكتور صالح الفوزان خير ما أخذ عليه كتاب الله، وهذا موجود في المقاطع الموجودة عندي، ولا يمنع أنك تأخذ في الرقية شيء أتعابك، سواء رحت له أو جيته أو عنده أو اللي يكون، لا يمنع هذا الشيء، ولها بمحرم ولله الحمد والمنة. لا تضرب لي مثال بالناس اللي يستنزفون الناس أو يضحكون عليهم، هذا في مجال، في كل المجالات، سواء في مجال المستشفيات أو في مجال الرقاة أو في اللي يأخذون مبالغ ويطلبون على كيف، هذا مزاجهم، ولكن أنه يأخذ هذا ما فيها شيء شرعاً، والأدلة موجودة والحمد لله والشكر لله. طيب في نقطتين أستاذ سعد لك ونقطتين للأستاذ عبد الله. النقطة الأولى لك، قبل شوي في حديثك لما كنا نذكر أنه إيش الفرق بين أنه الشخص يرقي نفسه أو يأتي بأحد آخر، فقلت موضوع الكرامة، أنه في أشخاص عندهم كرامة، ودي أفهم يعني مفهومك لهذا الموضوع، يعني كيف أنه في أشخاص عندهم كرامة عن أشخاص إذا سمحت؟ يا أخي أنا جيلي ناس حافظين لكتاب الله. نعم. أنا ماني جاهل، أنا خريج جامعة الملك عبد العزيز وماني بجاهل بهذه الأشياء، ولكن أنا مريت
سواء في المعالجة لنفسي أو لأهلي أو لمعالجة الناس، كل المراحل مرت فيها. ف يعني اللي حافظ كتاب الله أو دكتور وحافظ لكتاب الله أو شيخ، وأنا انقطع معنا الاتصال مع الأستاذ سعد. سنعيد الاتصال وبقول النقطتين لك أستاذ عبد الله إلين يعود مع مع الأستاذ سعد. اليوم الأستاذ سعد يقول لك أنه أنا موجود وممارس لهذا المجال وأمام عيني، استفدت من الرقية، استفادوا أهل بيتي، استفادوا حتى الأشخاص اللي يجوني، وأنهم أصبحوا في وضع صحي ونفسي أفضل. وهذا يعطي فائدة للموضوع، فليش تعترض عليه؟ ما اعترض عليه، هذه حالات سيكولوجية. بقى في ناس يعني يجي وهو مؤمن هذا بيعالجه، وهذا بيعالجه، ممكن يعالجه لأنه عنده مشكلة سيكولوجية وليست مشكلة مادية، يعني بطنه عنده مشكلة ولا في العين ولا في كذا، وبالتالي ممكن أنه يشفى منه. لأنه أحيانا يشتهر الشخص، في شخص راقي أتذكر كان في المدينة واحد يفصد، يعني ذا، وكان ينكبون عليه العالم بشكل رهيب، وهو فقط تجي ويجرح وتطلع ويجرح، بعدين بإيش يكسر قزازة بيبسي ولا قزازة كذا ويجرح فيها حتى ما يجيب موس أو مشرط يعني معقم، وبالتالي الناس تؤمن فيه. فهو لما يروح 200 شخص له ويطيب واحد، الواحد هذا يكون أكبر دعاية له، وهو في الحقيقة ما طاب منه، طاب لأن الإنسان في داخله الأميون سيستم، في داخلك أنت وأنا، في أنت تصاب مثلا بزكام أو تصاب حتى بأمراض يعني شديدة، بعد فترة يشفى الإنسان. ليه؟ لأنه في داخله شو يسمونه الجهاز المناعة. نعم. موجود. طيب إذا تسمح لي، أيضا الحالة النفسية يعني تتحسن عندما أنا أقابل شخص أنا أثق فيه. رجع معنا الأستاذ سعد. أستاذ سعد أرحب فيك مجددا. النقطة اللي بقولها لك قبل ما نطلع الفاصل وللأستاذ عبد الله، أنه قبل شوي كان في حوار بينكم حول أنه كيف أصبح راقي، إيش الشروط علشان أصبح راقي. اليوم أيضا في من ضمن الاشتراطات أنه يكون في رخصة للرقية الشرعية، بما أنك في المجال، صحيح ولا لا؟ الرخصة هذه موجودة ومفروض أنه ما حد يمارس إلا بالرخصة. هذا الكلام أكيد، وهذا اللي ننتظره بإذن الله تعالى. أيه؟ على جميع الرقى حتى جميل يطلع الراقي الموثوق فيه ومن السذج من جميل المتلاعبين في الرقية. أنت عندك رخصة أستاذ سعد لممارسة الرقية الشرعية؟ لا، أنا تحت الانتظار، أنا موقف الرقية لتقريبا أسبوعين. أنا أعلمك إيش الرخصة هذه. الرخصة طبعا. قبل سنوات طويلة بدأت حكاية الرقية والرقاة والمرقات قبل ما تطلع كلمة الراقي الشرعي، كلمة الشرعي قبل ما تدخل. فكان أتذكر ما أدري في العمارة أو في كذا قالوا، لأنه خشيوا أنه تدخلوا الخرافات، فقالوا أن أي واحد يريد أن يرقي يجب أن يتعهد ويلتزم بأن لا يرقي بأي شيء آخر غير القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم متفق عليه بيننا كلنا على أن كلام الله، وهذا سواء يعني أفاد في حالتك أو المفيد هو سيفيدك يعني إذا قرئ عليك. وبالتالي أصبحوا يأخذون إذن أو يروحون يستأذنون بحيث يضيفون كلمة الشرعي. الشرعي تعني فقط أن هذا الرجل لا يجوز له ومتعهد ان ما يرقي الا بالقران الكريم، غير كذا ما في مو بيروح والله للجهاز معين ويسوي اختبارات ويدرسون حالته ثم يعطون الشهاده، لا يوجد. طيب استاذ سعد، تعليق اخير منك. اليوم الاستاذ عبد الله يبدو لي انت وياه متفقين على فكره فعاليه القران في الرقيه، وانه القران دائما خير، بس انه الاختلاف في الطريقه وفي الاسلوب. الطريقه اجتهاد وما ثبت من القرآن والسنة، من كلام الله وسنة رسوله. طيب غير الأشياء هذه ما تسمى رقية. طيب اليوم استخدام مواقع التواصل من أجل الرقية، تشوف أنه الموضوع طبيعي ولا دخل في موضوع الادعاء والمتاجرة وعدم المصداقية؟ لا، فيها القلة من الناس الصادقين نحسبهم الله حسيبهم، ولكن فيها كثير اللي دخلوا عن طريق أسهل طريقة للشهرة أو أسهل طريقة لجلب المتابعين، وأسهل طريقة هي التفسير أو الرقية، وهذا ما أضر فينا كثير. أنت مع أنه يستمر هذا اللي جالسين نشوفه اليوم في التيك توك وكذا، ولا لا أنه ينتهي تماما ويكون من ضمن اشتراطات الرخصة أنه ما تصير في رقية يعني بثوث مباشرة ومواقع تواصل؟ والله من أخوك أنا، أنت وجهة نظرك الشخصية. وجهة نظري الشخصية، وحدة عانت 30 سنة
مستشفيات نفسية وداخل المملكة وخارج المملكة، ولله الحمد يعني في خلال 3 دقائق 4 دقائق بكت من الفرح من خروج هذا الأذى من الرقية الشرعية. والكثير من الناس اللي مروا في عندي في الرقية كانوا يستخدمون الحبوب النفسية، الآن ولله الحمد قالوا استغنينا عنها ولله الحمد والمنة. ما أنكر إن في ناس تعاني مرض نفسي ولكن القليل منهم. أنا بعطيك قصة طريفة. كنت في قبل حوالي 20-25 سنة أشتغل في دار نسوي موسوعة الشعبية للمملكة العربية السعودية، فاتفقت أنا وصديق اسمه ناصر الحزيمي أن نروح لراقي من الرقات ونسوي معه حوار، لأننا ماخذينه على أساس جزء من المسألة الشعبية. فرحنا له، ارتكبنا غلطة احنا لما جلسنا في صافين هنا المراجعين، هذه عيادة ضخمة يعني حتى برا يمكن 200 سيارة. فجانا رجال شافنا نسولف عادي، ما نب لا مهابيل ولا عندنا مشاكل وذا، واننا ما نب من ذا الطاقم اللي جاي المسكين البائسين هذولا. جاء قال وش المطلوب؟ يعني قبل ما يجي المطلوب فجأة سقط واحد، طاح كذا كذا تهيبل. جاء قال يا شيخ ركض هذول الشيخ، وجاء الشيخ حط يده عليه، يوم قام شهد لا اله الا الله، وقعد. طبعا ضحكنا انا وناصر هذا المشهد التمثيلي. بعدين سالونا قالوا انتم ايش جايين تبون؟ غلطنا ان احنا قلنا اننا صحفيين من جريده الرياض جايين نبغى نسوي معك حوار. قال ما اسوي حوار ولا اقبل اسوي حوار. اوكي؟ قمنا طالعين، يوم طالعين ماذا؟ وقفت انا عند في طاولة طويلة جدا عليها كاسات وقوارير وعسل وما أدري وشو، وكلها في واحد من جنسية عربية. قلت هذه كلها مقري عليها 7 مرات؟ قال نعم. أنا بسأل الشيخ إيش معنى يقرأ عليها 7 مرات؟ أبكمل بس خلي الشيخ إيش معنى إنه يقرأ عليها 7 وليست 10 أو ليس 3؟ أسأل الشخص اللي قال لك الكلام هذا. يعني ما في هذا الشيء ما تعترف به؟ ما في شيء يعني يؤكد انه لازم تكررها 7 مرات او شيء؟ ما في لا تكررها حسب فاللي حاصل. هلا اقول لك بعدين كيف انتهت. سألت انا العربي هذا قلت مقري عليه 7 مرات، قلت ليش 7 مرات؟ يعني لو صارت 8 ممكن تنفجر القاروره. قال انت شوف شلون تعبي، شوف رده علي عشان يرهبني. قال انت تستهزئ بالقران؟ قلت انا استهزئ بك انت وبشيخك اللي جوا وليس بالقران الكريم، وطلعت وخليته. طيب انت كيف حكمت على المشهد اللي كان قدامك انه تمثيلي؟ يمكن كان في غرض معين بعيدا عن فكره سواء مس ولا غيره. انت قبل شوي قلت انه في امراض نفسيه موجوده يعني أيوة، هو كان مقصود انه تنعمل الحركه هذه علشان البقيه تاثرون؟ واضح طبعا هذا تفسيري، وهذا يعني اي واحد حضر ما هو جاي مرعوب زي البقيه، عادي مثلنا جايين معزولين عن هذه الثقافه، يعني لا تعنينا هذا الكلام، احنا جايين كصحفيين نبغى نسوي حوار نجمع معلومات ونحطها في ذا. طيب. فاحنا لسنا من هؤلاء، هذول جالسين المرعوب واللي خايف واللي ما ادري عنده وعندهم يعني عندهم امراض. فسقط هذا سقطه واضحه انها تمثيليه، مو ما قدوب لا ما درينا له منسدح، يعني واضح العملية ما نعم. طيب الأستاذ سعد، نقطة أخيرة أيضا، موضوع الزيت وموضوع الماء المقري عليه اللي ذكرها الأستاذ عبد الله، أنت على قناعة بهذه الأمور ولا تشوف لا أنه موضوع الرقية فقط قراءة وخلاص؟ لا لا لا، ما زمزم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له، وأنت تستشهد وأنا أخوك بالأستاذ الموجود عندك تستشهد بهذا الرجل وهو لا يؤمن بالجن أو لا يؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب أو أن هذا جاله سواء راقي مدام راقي وقال عنده شيء مانع لا يقابل في صحيفة أو مقابلة أو شيء، فربما عنده خلل أو نقص أو جهل، ما يمنع هذا الشيء أنه يحصل في بعض الرقاة الكثيرين بعد. طيب قبل ما اطلع الفاصل ايضا نقطه اخيره، اثناء التقدم لرخصه الرقيه الشرعيه ايش الاشياء المطلوبه من الراقي علشان ياخذ رخصه ويقدر يمارس رقيه شرعيه؟ توجه للجهات المختصه في الدوله. ايش طلبوا منك يعني لما قدمت؟ لا زالت الاجراءات قائمه في
ايش طلبوا؟ ما هي المؤهلات او الوثائق اللي المفروض تقدمها على اساس يختبرونك ويعطونك الرخصه؟ ما فيها اختبار، فيها الشهاده العلميه، السن، ارقي اقرا امامهم، ويعني ابد في هذه الاشياء. طيب اذا تسمح لي استاذ عبد الله ويسمح لي الاستاذ سعد، ابى اروح الى فاصل وبعد نكمل حوارنا معكم. فاصل ونكمل. ارحب فيكم مجددا في اهلا، ضيوفي الاستاذ سعد الروقي والاستاذ عبد الله بن بخيت. ارحب فيكم مجددا استاذ سعد، حياك الله معنا من جديد وشكرا لبقائك معنا. في اشكاليتين، اشكاليه عند اللي يمارسون بثوث التيك توك في الرقيه، واشكاليه عند الناس اللي ما هم مع الرقيه. بطرح اشكاليه عليك واشكاليه على الاستاذ عبد الله واسمع وجهات نظركم فيها. الاشكاليه اللي تطرح اليوم استاذ سعد، انه يقال انه استخدام التيك توك اليوم لبثوث من هذا النوع هي غير حقيقية، والهدف منها الكسب المادي لا أكثر ولا أقل. كيف تعلق على هذه النقطة؟ أول شيء تعليقي على اللي يقول في الشيء المادي، أول شيء أني ما أطلب شيء في البث، والشيء الثاني فعاليته لا كثير من الناس. إذا تسمح لي بس أستاذ سعد بعد إذنك، هو الشيء المادي في بثوث التيك توك مو معناته إنه اللي معك في البث حيقولوا لك خذ هذا المقابل في مقابل الرقية، لا، إنه التكسب عن طريق التيك توك من خلال المتابعين اللي جالسين في البث. لا لا لا، ما هو شيء أكيد ولا هو شيء إلزام، يعني إنك تدخل في هذا المجال، ولكن إثبتت فعاليتها باستشهاد يعني العلماء الموجودين اللي هو سعد الخذلان، و استشهدنا بالدكتور سهل بن رفاع التيبي عن فتوى الشيخ بن باز وبن عثيمين سابقا، قال المساله خلافيه، المساله سابقا قبل يمكن الجوالات وقبل الاشياء دي، الاتصال عن الرقيه عن بعد هذه ما تجوز، وهذه واضحة، يعني واحد بيرقيك بعد يوم يومين في أحد القارات ما تدري عنه هو أرقاك ولا ما أرقاك، ولكن إثبتت فعاليتها في الوقت الحالي واستفاد منها كثير ولله الحمد والمنة، وباستشهاد رجال الدين الموجودين الآن حاليا، عضو هيئة كبار العلماء للشيخ سعد الخثلان أو الدكتور عبد العزيز الفوزان والكثير من المشايخ وعلمائنا، بارك الله فيهم. نعم، طيب الإشكالية اللي بطرحها عليك أستاذ عبد الله، الآن الأستاذ سعد يقول إنه إحنا فتحنا بث التيك توك وفي ناس تجي وفي ناس تطلب وفي ناس تدخل في هذه الحوارات وتستفيد منها أيضا وأمام مرأة الجميع، فليش أنتم تعارضون هذا الشيء؟ ما أنا ما أعارض طبعا، أنا أعتقد إنه وجود مثل هذه الطب، هذا يعني طب ما يسميه، موجود في العالم كله، يعني كل أمة عندها طاقم يعني من الناس هم يعني يستفيدون من الغيبيات اللي في ذهن المجتمع، يعني يستفيدون منها يوظفونها بدل ما تكون في مكانها الصحيح، يوظفونها توظيف مصلحي. والدليل يعني ايش تقصد بتوظيف مصلحي؟ يعني يجي هو يتلاعب بمفهوم الرقيه، فالرسول رقى ومانع الرقى، فيضخمون هذا الامر تضخيم شديد بحيث تتحول الى بزنس، تحول الى صنعه، يعني صناعه يكون فيها لها رواد ولها مفتيها وهكذا. هذه المسألة، لأنه أنت لو لاحظت أنه اللي يصابون بالجن هم يعني البسطة، يعني ليه ما زي ما قلنا مثلا باريس هيلتون ولا بريتني سبيرز ما قد جاهم جني، ليش الجني يجي ضد الضعوف اللي في قاع المجتمع في المملكة مثلا، أو البسطة أو اللي غير متعلمين، لكن الفئة اللي طول عمرها بين باريس الطبقة المتوسطة فما فوق، هذا ما يجيهم جني ولا يجيهم شيء نبت. الطبقة المتعلمة أستاذ عبد الله، اللي أستاذ سعد عفوا اللي يتكلم عنها أستاذ عبد الله، التقيت بناس منهم وقالوا لك أنه عندنا هذه الإشكالية وفينا جن ويعني أخذوا رقية عندك ولا لا؟ يعني هو فعلا مثل ما يقول أستاذ عبد الله أنه الموضوع وهم ولا يصيب إلا غير المتعلمين؟ لا 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 لا، أكد لك فيها أثرياء، في متعلمين، في طلبة علم، فيها ناس أماكنها عالية جدا،
نعم أقول غير طلبة العلم، طلبة العلم يعني في نفس الأرومة، أننا نبغى غير طلبة العلم يعني دكتور في الجامعة، أستاذ أكاديمي، أستاذ إعلام، أستاذ شو اسمه علم اجتماع. أنا بدون توضيح، بدون توضيح بأسماء، جميع الطبقات العليا سواء في المملكة أو خارج المملكة يعانوا من هذه الأشياء واستفادوا، وعندي ما يثبت هذا الشيء، ولكن حفاظا على أسرارهم وهذا، ولكن إذا دعا الأمر استأذنا وجبنا أسماءهم يعني واستشهدنا بهم. هل أنت واحد أستاذ في الجامعة بروفيسور يجيك أنت تعالجه، هو مثلا في علم الاجتماع أو في علم في العلوم الأخرى الإعلام أو غيرها، يعني هو يجي لك أنت تعالجه بينما هو ولد المملكة ولد البلد، ها، وهو القرآن الكريم بدأ من أولى ابتدائي لين أخذ الدكتوراه، وهو القرآن الكريم في بيته زي ما قلت في طاولته على سريره على كل مكان، هل من المنطق أن واحد زي هذا يجي الواحد راقي؟ ليش مش تنقص الراقي أنت؟ ما أنقص من الراقي، أنا أقول هذا أستاذ جامعي، استنقصت بما أكرمه الله. ما فتوى الشيخ صالح العثيمين موجودة عندك، فيها كرامات ونعمة من رب العالمين يعطيها من يشاء، ربما أنك أعلم مني في ثقافتك في تخصصك في أمورك كثيرة، ولكن ربما عندك، أنا أعرف يعني جزية أساتذة جزية ما يصلون يعني مهملين في صلاتهم مهملين في دينهم، يقول غصب عنا ويسوون معاصي ودرسوا يعني مراحل ابتدائية متوسط ثانوية جامعية. يعني اسمح لي أستاذ سعد بهذا السؤال إذا قبلت بعد إذنك، يعني أنا أحاول أوازن الكفة بين الطرفين وتكون الأسئلة بالتساوي، بس في موضوع الكرامة إذا سمحت لي بالسؤال، اليوم تبغى توصل فكرة أنه قراءة القرآن للرقية من شخص معين تعطي فائدة غير قراءتها من شخص آخر حتى وهم يقرؤون نفس الآيات ونفس الرقية سواء قرأ على نفسه أو قرأ شخص آخر؟ نعم. كيف يعني ايش الميزه اللي في الموضوع عند شخص عن شخص اخر؟ انا ودي بس نوضح هذه النقطه للناس. نعمه من رب العالمين، انا اعرف لي رقاه ايه يعني حافظي لكتاب الله وحافظين اكثر مني ويمكن اقدم مني بعد في هذا المجال، ولكن يجون المرضى اللي عندهم ولله الحمد بعضهم من جلسه بعضهم من جلستين بعضهم لا زال يعاني من مرضه الى الان. يعني لو 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 اتصل عليك واحد يخيرك يقول لك يا أستاذ سعد أنا أشعر بتعب معين وهل أرقي نفسي بنفسي بهذه الآيات ولا أجي عندك ولا عند راقي آخر، إيش الرأي اللي إيش المشورة اللي تعطيه؟ المشورة اللي أنا أقولها له أول شيء أقول أرق نفسك، إذا فات واستفاد الحمد لله هذا فضل من رب العالمين، إذا ما فاده فبعض الناس ما يقدر ولا يستطيع أن يرقي نفسه سواء من تسلط الجان أو من الضعف. طيب أخوه عنده في دينة عمه أبوه أو... نعم أبوه أخوه عمه صديقة أنا بقول لك بل بالشيء اللي أجربه أنا أرقي الناس، لا إله إلا الله. لا أيضا انقطع. طيب أستاذ عبد الله، يعني الرجل يتحدث عن تجربة وهو 30 سنة في هذا المجال ومر عليه هذه التجارب، ويقول لك فعلا أنه في الرقية تنفع لأشخاص من أشخاص معينين عن آخرين. نفي هذا، لا يمكن أن يكون، لا يمكن. يعني هل تقى هذا الرجل اللي يسمي نفسه الراقي أرقى من تقاي أو تقاك أو تقى المطوع اللي في المسجد؟ يعني هل القرآن يعني يستجيب لناس ولا يستجيب لآخرين؟ أنا ودي بس يرجع الاتصال مع الأستاذ سعد عشان نأخذ منه كلمة أخيرة بس إذا سمحتوا الشباب من الكنترول. البنادول هو البنادول. طيب في هذا الشأن إلى أن يعود معنا الاتصال اليوم أنت وضحت. طيب أستاذ سعد أبغى أستثمر وجودك قبل ما ينقطع الاتصال للمرة الأخيرة علشان أوازن الوقت بينكم وكل واحد يأخذ حقه من التعليق. أبغى أسمع منك كلمة أخيرة في هذا الموضوع. اليوم أنت تتحدث من تجربة خلال هذه السنوات، من قرب، من نتائج أنت شفتها بعينك، في المقابل أنت وصلتك انتقادات كثيرة سواء عبر التيك توك أو اليوم من كلام الأستاذ عبد الله أو مطروح هذا الكلام أنه هذا الكلام أقرب إلى الخرافة وهم منه إلى الحقيقة. أبغى أسمع من كلمة ختامية في هذا الموضوع قبل ما أودعك، مع شكر الجزيل لحضورك معنا. الله يحفظك. طيب أنا أرقي الناس وفي فعالية ولله الحمد وفيها أثار وهذا، ولكن ما أقدر أستطيع ولا عندي الاستطاعة في رقية عيالي،
وهذا كثير يحصل من أغلبية الرقاه. ولو سألت الرقاه ممكن خاصة في المجال هذا وموثوق فيهم ربما يعترفون بهذا الشيء، أنهم يعني ثقيلة عليهم رقية على نفسه أو على أهله. وهذا ما يحصل عندي أنا أحيانا، أجيب لي من الناس اللي أثق فيهم وأعرفهم ويرقي عيالي. طيب كلمة بعد الأخيرة إذا قبلتها مني، هل في مجال الرقية هناك دخلاء أساءوا لها وشوهوها وعملوا ممارسات خاطئة ارتبطت في أذهان الناس بالنفور من الرقية في وقت من الأوقات؟ نعم أم لا؟ مثل إيش الممارسات؟ تضحك الناس، استهزاء، زي ما مثل ما شفت في البثوث من اللي ما اقدر اذكر اسمائهم، ولكن طلع كثير منهم يستهزئون او يبغون يجمعون متابعين واموال مثل ما ذكر الاستاذ اللي عندك. نعم. استاذ سعد الرقي شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في اهلا. شكرا. استاذ عبد الله الكلمه الاخيره عندك. الكلمه الاخيره، قال كلمه الاستاذ سعد، قال كلمه خطيره، قال انه في الرقيه يجب ان ينتبه لها، ان الرقيه ممكن تفيد من شخص ولا تفيد من شخص اخر. معنى هذا انه تقريبا، ولا ابغى اقول ان شاء الله التهمه، نفى القوه القرانيه، يعني القران نفسه مو هو المؤثر، المؤثر الشخص اللي يقرا عليك. والدليل انه انا لو اقرا على ابني ممكن ما ياثر، بس اجيب واحد راقي انه هو اللي ياثر، معناته الشخص وليس القران الكريم، وهذا الكلام خطير. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله ولحضورك معنا. شكرا للاستاذ عبد الله بن بخيت، شكرا للاستاذ سعد الرقي. اراء، وجهات نظر، تجارب، رؤى ربما ليست جديده في الطرح في هذا الموضوع، ولكن يعني تمدد هذا الوجود في مواقع التواصل والتيك توك استدعى طرح هذا الموضوع لسماع وجهات النظر المختلفه حوله. ودائما وابدا انتم الحكم. نذهب الى فاصل وبعد مكملين.